قال شكرا. أم ضحى، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بقول كل سنه وانت حضرتك طيب. حضرتك طيبة، اتفضلي. فين انا دلوقتي بيني وبين جوزي مشاكل، يعني بقى لنا فوق 3 شهور. بينك وبين زوجك؟ بيني وبينه عمال بيضربني او سب وشتيمه واخر حاجه وصل فيها ان هو فتح علينا باب البوتاجاز، كان عايز يولع فينا انا وعيالي في الشقه، وقفل باب المفتاح في السماء ما طلعش من باب الشقه، وكان عايز يموتنا. وفي ضرب، وبيسمع لكلام مامته في كل حاجه، وخناق، يعني بيعمل حاجات مش كويسه. بيطلع يدور في الشقه على حد، مجرد ما هو لقى الباب مقفول بالمفتاح يطلع يدور في الشقه على اي حد موجود فيها، بيسب فيا، بيتكلم عليا كلام مش كويس، بيتكلم على اهلي كلام مش كويس، ضرب بقى، وفي حاجات كتيره قوي يعني مش عارفه، مش ينفع اتكلم فيها. لا فانا مش عارفه طب بس يعني بسأل انا سايباه سؤال، حياته. هسأل سؤال يا مضح، وحضرتك بتتعاملي ازاي؟ يعني ضرب وشتيمه وبهدله، وبنزل اعمل لمامته كل حاجه بس انا ما حضرتك لا بعملهاش لا لا حاجه. انا مش بتكلم عليه، انا بتكلم على حضرتك. طريقة التعامل معاه هو ايه؟ مثلا لا شخص هو شكاك، اسمعيني بس بعد اذن حضرتك، ماشي. يعني هو مثلا شخص شكاك بيشك كده من اي حاجة، فعشان كده بيتعامل بالطريقة دي، ولا انا بقعد اقول له والله مامتك العظيم ما حد يقول على حاجه. اسمعيني يا مضح، ولا اسمعيني وبعد كده عشان نبقى ايه، يعني قد ما بقدر اتحرى في معنى السؤال. انا دلوقتي مثلا بيدخل يلاقي الدنيا كويسه ومنتظمه في البيت يقوم يتخانق كده مع نفسه، ولا احنا برضو انا ساعات بستفزه، ولا بقعد اقول له مثلا والدتك قالت والدتك عملت وانت بتسمع كلام والدتك وتسمعش كلامي؟ ام ضحى انقطع اتصالها. طيب معانا ام ضحى. يا ام ضحى، دايما لما بيبقى في، يعني الستات احيانا بتزعل، يعني بيزعل، ما تزعلوش مني بس لازم الامور تبقى يعني ما نجاملش نفسنا، ما فيش فعل الا وليه رد فعل. يعني هو مثلا شخص فاقد عقله مثلا بيخش يضرب كده ويشتمك وتقولي بيسب ويضرب والتصرفات، واحنا يعني الدنيا انا بعامله بطريقه كويسه، ولا مثلا هو طول النهار في شغل ومجهد ومتعب وانا باجي اقول له بقى انت بتسمع كلام مامتك، واصدر له المشاكل وهو داخل البيت واتعامل معاه بطريقه لا تليق فابتدي استفزه، وممكن يكون هو شخص عصبي مزاجه كده بيتحكم فيه. ما انا لازم يا ام ضحى اسال نفسي قبل ما ابتدي القي باللوم على الشخص اللي قدامي، وانت الام، انت الزوجه، ليه ربنا اداكي هذا الكم من المشاعر والعواطف؟ عشان انت اللي تستوعبي، عشان انت اللي تاخدي بايد اللي قدامك. مهمه مش سهله بس عليها ثوابها وعليها عطاياها من الله سبحانه وتعالى. الزوجات اللي ازواج اللي ازواجهن اللي ازواجهم دول طول النهار في اعمال شاقه ومتعبه، ده لما يرجع المفروض اتعلم ازاي استقبله، اكون مبتسمه، اكون على هيئه طيبه، يكون البيت هادئ، يكون الدنيا نظيفه، يجد لقمه طيبه. المساله مش بكم احنا بنحط ايه وغنى وفقر قد ما هي اخلاق. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا انكم لن تسعوا الناس باموالكم انما هيسعكم، هتسعوا بعض بايه؟ بالاخلاق، حسن الخلق وبسط الوجه. عارفه الابتسامه دي وهو داخل يعني اكيد بتدوب اشياء كثيره، لكن انا بس لما اصدر له وهو داخل المشاكل مش هيشوفنا طبعا، وبقاش انا بعينه على الطاعه، انا بعينه انه او بعينه على انه يقوم يدمر البيت ويبهدلكم البهدله اللي انت بتقولي عليه. انا كل ده وبعتبر وجوده لان هو مش معانا، وحضرتك اللي بتقولي السؤال وبتقوليه من وجهه نظري، ممكن يكون هو كمان له وجهه نظر فلازم نعتبر لوجوده. شوفي انت بتعملي حاجه من الحاجات دي ولا لا، انا مش القي عليك اللوم. هذا الزوج زوج منضبط وهو احنا انا بستفزه بيطلع منه كده، ولا هو شخص منحرف بيشرب حاجه بيتناول حاجه بتاثر على المزاج بتاعه فبيخش يعمل كده؟ لازم اسال نفسي واجاوب بصراحه. وهل لما اقعد اقول بيسمع كلام والدته، انت قلتي الكلمه دي في نص كلامك، لو انا بدخل اقول له الكلمه دي هستفزه وهضايقه، ولو انا عايزه يعني اكون مؤثره في بيتي مش باهانه والدته، ولا اقول له كل شويه انت بتسمع كلام والدتك وانت ماشي ورا كلام والدتك، والله كتر خيرها انها بتقول لنا كده، لكن انا مثلا ليا وجهه نظر في كذا، بهدوء مش بالتقليل من شانها، من شأن والدته مهما كان دي أمه، حتى لو أنت شايفاها ما بتفهمش أي شيء وأنت اللي فاهمة كل شيء. ما يبقاش الكلام السيء هو طريقة التعامل بيننا وبين بعض، لا هيسمعك ولا هتسمعيه، وهتبقى النتيجة كده، وهيبقى فيها ضرب. مش معقول هيقوم يضرب من غير ما أنا أكون بعمل شيء، والله أعلم. يعني أنا بس يعني رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي،
فأبقولش أن حضرتك بهذه العيوب، إنما أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيننا جميعا على التحلي بمكارم الأخلاق اللي النبي عليه الصلاة والسلام لخص البعثة بتاعته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. وهو ده اللي احنا عايزين نتحلى به ويكون هدف أمامنا. أتحلى بمكارم الأخلاق مع الزوج، وأتحلى بمكارم الأخلاق مع زوجتي، ولا أرضى لها ما لا أرضاه لنفسي، ولا أرضى له ما لا أرضاه لنفسي. كذلك أتحلى بمكارم الأخلاق مع الجيران، أتحلى بمكارم الأخلاق مع الأقارب واللي قاطعني منهم أكتر من اللي على صلة بيا، أتحلى بمكارم الأخلاق في الطريق، مش أي حادثة أي موقف ننزل من العربيات وبتشوفوا المناظر في الشوارع، ونبقى احنا أبقى أنا صايم، صمت عن الحلال وارتكبت عين الحرام. كل ده الإنسان يقيس نفسه على كل هذه الأمور والحوادث.